انا تقريبا بكرهك. لا لا كده كتير بقى بجد، كده كتير يا سالي فعلا. عايز تنام نايم على فكره. ايوه عايز انام. ما الناس بتقص تنام على فكره كلها. الانسان بيحتاج ينام عشان يقدر يعيش، والنوم ده ليه شروط. حتى النوم بتتشرط عليه. هو انا اللي حاطط الشروط دي؟ دي تجربة الإنسان على مدار آلاف السنين. النوم ده بيشترط هدوء، ضلمة، شوية حاجات كده بيحتاجها الإنسان. من وحي المسرحية هنسأل أسئلة سريعة جدا وإجابات سريعة لكل صناع المسرحية. بعيد عنك، في تيمة النوم في المسرحية، إيه أكتر حاجة بتطير النوم من عين كل واحد فيكم؟ الناموس. رومانسي قوي. ماشي حاجه تانية. قول. التفكير طبعا، تفكير في لا التفكير في ايه؟ في خطه بكره. بكره تحديدا. ده انكزايتي تقريبا. ماشي. برضو التفكير فيما بعد، يعني التفكير في الحاجات اللي بتحصل وهعمل ايه، والتفكير عموما برضو في الشغل، التفكير في الدور. دي الحاجة اللي بتطير النوم من عينك؟ ما بنامش والله يا حبيبي. احمد، لما بيكون عندي حاجة تاني يوم ايا كان هي ايه، عندي بروفا، عندي تصوير، عندي شغل، اي التزام بقعد افكر فيه طول الليل ما بعرفش انام، بجانب الصوت ازعاج اصحى بس دي كده في الاوضه اصحى. خبر ابيض يا هدير. يعني هدير اي اكتيفيتي هتعملها في البيت هتصحى. هي طبعا بتعاني في الموضوع ده. ماشي هدير. ايه اللي طاير الموبايل افضل ماسكه حتى لو هموت، عايزه انام جدا بس مش قادره اسيبه. تخصصات مختلفه. حقوق وتجاره. حقوق تجاره امجد. انا تصوير سينما كليه فنون تطبيقيه. على فكرة أنا عندي معلومة، أنا ابتديت مع حضرتك البرنامج هنا في 2014، كنت مصور في المدينة. هنا في معك. بس أنا معلوماتي بقى الإضافية. إيه ده؟ أنت أساسي كنت بتشتغل في قناة سفرة. أيوة كنت زميل لنا في المدينة. سعداء اللي أنت معانا النهاردة تضيف. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.